السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة عسلامة حبيبي وصحابي، نحبكم برشا 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 بنياتي. مرحبا بكم بالمشتركين القدم وجدد واللي مازال مشتركوش معانا. نتمنى أن تعجبهم القناة، إذا عجبتهم القناة يشتركوا وينضموا إلى عائلتنا الصغيرة. مرحبا بكم، نحبكم برشا برشا ويعطيكم الصحة على خاطر انتوما قاعدين تسألوا عليا حتى في الخاص نحوي. الحمد لله بالأدوية ولله الحمد، نحس في روحي لباس برشا وأنا معاكم، نحس في روحي لباس برشا. به بالنسبة روتيني اليوم بالصباح، حبيت نقول لكم بركة نصيحة، أنه أنا متعودة نشري قهوة مطحونة، لكن مستحيل والله لا تعطيك أك الطعمة وأك النكهة وأك الريحة متاع أنت كترحيها في البدع. أي قهوة عندك مش بضروري، خاطر مش نقول لك على اسم القهوة، خاطر أنا في كندا ما تلقاهاش في تونس ولا في أي دولة عربية. المهم خذيت القهوة، أي قهوة عندك، المهم كعب مطحونة توستت يعني غامقة، فما أنواع، فما درجات، فما اللايت يعني الخفيفة مقلية نص نص، وفما المحمصة 100%. أنا ديما نخوفها كل محمصة 100%. المهم حملت ثلاثة مغرفات، الزازوة ذي جبتها من تونس تهبل بصراحة، تعجبني برشا. هنا فارضت لي فارت كي واحد يقول لك كيف قلبه ما في الزازوة متاعنا تتعب هكاك، وماتنا علموني الكلام هذا. المهم عملت قهوتين شربتهم أنا بصراحة، نموت عليهم، قهوة برك ما تكفينيش. ثلاثة مغرفات وزوز مغارف سكر طبعا معرف متاع قهوة. المهم وتوا باش نتعدى نعمل لكم نوريكم توست. توست نجموا تعملوا في الدار ان شاء الله في حلقه اخرى في فيديو اخر نعمل توست. توست تعملوه بالزبده من الجهتين المختلفين، مش من الوسط تعملوا جبن كما شفتوني، وتحمسوه على القلايه ما فيهاش حتى شيء حتى شيء، لانك عملت ديجا الخبز شو محلاها كيفاش تجي محمصه محلاها وجبن يذوب في وسطها. تعمل الزبده من الجهتين البرانيين اثنين، والجبن هو اللي من داخل، وقت اللي تقلبها تتحمر بطبيعه الحال، باك الزبده وكجبن يذوب يهبل وتقصها وتفطر فطور الصباح. هذه قهوتي، خلينا نوريكم كيفاش نعمل لكم قهوه الصباح. عندنا قهوه الماشين هذيك العاديه نحط نصها، وفي العاده نحط قهوه حليب عادي، لكن نموت على الحليب هذا، ماهوش المركز راهو النسلي، هذا اخف من النسلي واقوى من الحليب العادي. هذه هي قهوتي طبعا بشويه سكر. به نتعدى للنصيحه، أخت معلومات طالبة على القطوس، معلومات على القطوس كيفاش تحب تربي قطوس ليها والأولاد. أخت من الجزائر أم محمد، أختي نجيبة. المهم أم محمد هي تعرفني من الجزائر، تبعثتي حتى في الخاص. هذا هو القطوس نتاعنا، احنا خذيناه عمره عام تو تبارك الله عليه، عمره تقريبا 9 سنوات، احنا خذيناه عمره عام، هو متربي معناها في من غير ما عملناه ودربناه انا لحتى شيء على البوب، ويمشي للتواليت وحده طبعا نتعداوه، يحب يسهر معنا برشا انسايد، احنا نقولوا نتاع الداخل اندور مش او الدور، اللي هو يتربى الداخل ماهوش البرا، لكن دللناه برشا اللي نولى في الصيف يبدا الطقس جميل نخرجوه معنا للجنينه، فتعود ولا يحب يخرج حتى الا في الشتاء ما يخرج. توريك كيفاش قبيله ما حابش يخرج الشتاء، ديما يفركس علينا احنا وين قاعدين، يجي بحذانا ويبدا يمس فينا ويحاول يهبشنا، يعني يقول لنا معناها خليني حكولي جسمي بالطريقه. يحب الحنيه، راهو القطوس حنين برشا، وهنا حليت له الباب اليوم سنو، خاطر مازلت كي صورتها الحداديه الثلج يصب البر والدنيا بارده، فيخزر نو نو واي ما يخرجش. هنا شوفوا كيفاش تعود التواليت نتاعو في التواليت نتاعنا، أتو نوريكم كيفاش يستنى، يبدا يستناك باش تحلو، ساعات يبدا يخربش الزربيه او الموكات باش يدخل. حليته دخل، هذا هو عمل العمله نتاعو. المهم باش نوريك انا كيفاش لازم 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 تنظف له كل يوم. احنا عندنا هذا، اما انتم تنجموا راهو حتى صندوق، انا قبل ما نشري هذا كان عندنا صندوق بلاستيك نحط له فيه رمل الذي نشريه، انتم تنجموا عندكم رمل بلاش في الدول العربيه، وننظف له كنت شو انا منظفتها له حاضر باش ننظف له. ما كانش راهو كي يلقاها مسخه راهو يعملها لك في الفلور ولا في زربيه بحذاك بحذا التواليت ولا حاجه، يعني ترد بالك. ديما يحب نظاف القطوس، عودوا بنظافه قدره ربي يبقى ديما نظيف. هاك تشوف نظيفه بالمشب كذا شريتها، نظيف شره ونعاود معناها نتاكد ما فيها حتى شيء، والوسخ نتاعو نحطه في الساشي كيما هكا. طبعا كان عندك وين تلبس جوان دواتو وترميها في الحاشيك في الجاربج العادي، وهكا كيما تشوف نظيفه وعفيفه. ديما ديما ماكلته يحبها معبيه ما يحبش شويه، والماء ديما نبدلوه نظيف، هذاك اهم حاجه تعقيم
باش مش على خاطر القطوس نهملو. وبالنسبه للقطوسي انا ياكل الماكله حاضره وما ياكلش الماكل البيت والحوت. والله كي تبدا خيرات السبع كما اقتطسنا في الدول العربيه اللي ما ياكلش نشرو له الماكله هذه درايف فود اللي هو فيها الخضار وفيها الدجاج. فهذه هي من اهم الحاجات اللي تربي فيها قطوسك. الحنيه يحب ياسر الحنيه وتلقى هو يتفاعل معك برشا. تقص له ذوافره ديما عندي ثم مقصات انا عندي لكن ما صورتهاش ان شاء الله نحاول نصورها لك. المقص اللي نصوره انه نقصه اللي بيذوفر باش ما كاش راهو ما ينتش لك كي يبدا عندك ديفون ولا حاجه ولا زربيه كي ما تسمعوش انت ولا حاجه يحب يخرج يولي يخربش. شوف لهنا طبعا يقطع حالك. شوف لهنا هنا يحب يرقد بحذايا هاوكا معناها يرقد ويشبع هنا كيما يشوفها يلوج علينا وين ساهرين يسهر بحذانا. شوف هنا باش يكلمني خاطر انا حقرت وعامله روحي مانيش هنا شو يبدي يمس فيا بيده سبحان الله وغطيتها خاطر انا كنت طبعا ما بلاش حجاب فانا غطيتها لكن هو كان يشد هكا بيده يمس فيا يقول لي راني لهنا موجود بحذاك. هذا هو مزيان اسمه مزيان اسم على مسمى. وهذا كيف جبناه وحده حاطته على الانترنت قالت اللي هي عندها كلب ويتعارك مع القطوس كلبها ما حملش القطوس ديما يتعاركوا فقالت تحب تعطيه ليش غزر لك يمس فيا فهمت يمس فيا ودحنت عليه جاي معناه يكلمني. المهم شات بنتي تجري جابته وجيت وتبارك الله عليه طلع محلاه في نهارين متعود علينا من نهار الاول تعود علينا ولا يسهر معانا ويقعد اخزر كيفاش يبدا يفركز علينا. قلت له اجا بحذايا طلع في البوتي وهذا هو المزيان نتاعنا مزيان قطوسنا اللي انا اول مره نحكي عليه في الفيديو. حاجه مهمه ايضا بالنسبه للقطوسي الله اعلم بالنسبه للمزيان نتاعنا احنا راهو يحب خاطر ساعات ما ياكلش والفار ما ياكلش الحاجات هذوكم لكن اكيد في الدول العربيه ياكل. هنا يحب يقطع ياسر الوراق رد بالك على جواباتكم ولا حاجه اذا كان قطوسك كيف قطوسنا. شو هنا كمل قاعده في بالنا روح كهو كي ما دخلتش معاه باش يرقد اخرج اغزر له باش يخش. هذا هو ان شاء الله ما تقلقوش منه عديت معاه وقت باهي هيا نمشيو باش نطيبوا عشان توا باهي عشان والله العظيم في نص ساعه تعب صدقوني في نص ساعه تعب. عندنا السمك حوت بطريقه صحيه جدا قليت البصله بصله ونص انا نحب فيه بارش بصل البصل قليته نص طياب كيما شفتوا نص تقليه يا البال. هنا حطيت الرز وحطيت الماء وحطيت الملح زوز كوبين ماء وكوب روز باش تعرف انا مواضحين وشويه ملح وغطيته وخليته بعد ما غليت طبعا رميت الروز ورجعت للقليه نتاعنا هاكا تبل شويه حطيت الحويتات عاملين فيهم كان كمون وشويه ملح هاكا هاو المره الاولى هذي. بعد ما تقليت البصل نص قليه حطيت الحويتين هذوكم تعرفين حوت طرفتين حوت وبديت نقلب فيه شويه شويه اكل الطعمه نتاع البصل وشويه زيت طبعا انا حطيت زيت باش يدخلوا بلاش زيت. هنا لفحات شويه ذوبتهم في الماء حطيت كمون وتابل وبابريكا وملح وحطيت بصل ثوم باودر وحطيت شويه جنجر مش برشا شويه زنجبيل يعني ذو ومغرفتين ماء حسب الصوص اللي تحتاجه انت انت تعرف مغرفه او اثنين انا عملت زوز مغرفتين وفضل لي منه الصوص. موثهم بالماء ورميتهم على كل طرفتين الحوت هذوكم لقشتين. هنا الروز قاعد يطيب انا سخون رجعته وما نجمتش. المهم زدت شويه ماء وبديت نحرك والله العظيم في نص ساعه السمك طاب والروز طاب في نفس الوقت بالضبط طفيت على هنا زدت لابد تعرفوا الكمون لانه الحوت يحتاج او السمك يحتاج يحب الكمون فزدت كمون وزدت شويه ماء اخرى وخليته غلي عطياب نتاعو نشح الماء نتاعو هو طاب طفيت عليه كيما تشوفوا مشيت نتفقد في الروز لقيته حاضر باش طايب تبارك الله يشره فارك كل كعبه وحدها. ياك هو عاد روز نحضر عشان نحضر في نصيف ساعه والله كيما نقول لكم باش نعبي توا شويه الروز هنا الروز فارك يشرح وشرب عشاية وعشاية وعشاية رويجلي باش نحطهم ونزينهم كيما تشوفوا. نتمنى انو عجبكم الفيديو اذا عجبكم ما تنسونيش من لايك والبرتاجي والتعليق الباهي المزيان اللي كيفكم انتوما واللي دخلوا جدد ومازالوا مشتركوش نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس. هاي سيدي
نكمل كتريفه الحوت وخضره كيفاش يشهي. هنحط اللوطة هكا مش تقابلكم مش تقابلك هكا هيك الحوتة قاعدة تهبل صايمة. نحطها لهنا ديما كالعادة المرأة تحب تعطي الحوجة الباهية لغيرها. هذايا يشاطرني فيه كل نساء العالم طبعا مش كل كلما نسبة كبيرة من هكا تربينا على أماتنا وحماواتنا ديما ديما الحوجة الكبيرة ديما احنا نعملوها نفضلوا غيرنا لرجيلاتنا ولا اخوتنا ولا سبحان الله. ونبدا فرحانين ربي العظيم راهو نبدا فرحانين من كل قلوبنا. معنيش فما معنيش حقد على خاطرك تحب الصوص كما تحب انت. انا نحب خاطر الصوص. طب باش نحط هكا كيما هكايا وان شاء الله نهز معايا الصوص عاد باش كان كيف ناكل. اذا كان راجل يحب اكثر صوص يحط هو اكثر صوص. وايضا البقيه نتاع الصوص حبيت ما حطيتهم في الصحفه لان نحتاج من بقالي زاد شويه رز غدوه الحي نعمل معاه سليطه ولا حويجه اللي احنا مدبرين افطيرنا. مشيت تصيح حضرت على الطاوله عاد في بيت الفطور الصغيرون الداون ستيرز اللوطه باش تعرفوا سبحان الله معناه العبد يلزمك يبدا نفسيته مرتاحه ويتقبل الشيء هذايا يتقبل التنقيل. تكون في دار كبيره تكون في صاله باهيه تكون في دار معناها مضخمه بعدك تحكم عليك الظروف حتى ظروف معناها لخاطر انت مريضه يلزم تبدل في دار اصغر تقبلها او ظروف راجك ما يخدمش تبدل في دار اخرى ما ثمش حتى مشكل. هنا تبارك الله لقاها نفطير نحضر شوفوها كيفاش مجبنه كطرفه الوحده الروز فيركي هبل مع الصوص يهبل معك شويه البصل مع طرفه السمك بنينه برشا. الحصير باش نتعدى انا نكمل نغسل معيناتي. انا نحكيكم هنا معناها نقلت كوجينتي صغيره بيت فطوري نتاعي الصغير ما ثمش حتى مشكل والله ما تحيرت وما تقلقتش بكل. وهذاك علاش انا نوصي بناتنا الكل باش تتراعي ظروف رجلها وتراعي ظروف المعيشه وظروف الغلاء توا. وحتى كان كنت في دار باهي ومزيان وبعديك باش تنقل في دار صغيره اقل كراو واقل فلوس ما ثماش حتى مشكل. راهو انت تبقى المهم انك تكون سعيده مع راجلك وتكون سعيده وتحب روحك وتحب وليداتك وتحب العائله وتحب الناس اللي تجيك. تبقى نفسيتك عاليه وتبقى نفسيتك مرتاحه وبالتالي اذا كان انت تبدا فرحانه برشا راهو ما تحسش بسمه هذاك بالاكتئاب. ان شاء الله اختي بنتي العزيزه اللي سالتني على الموضوع هذا باش نتكلم على الاكتئاب باذن الله تو نجيب لك مشروبات وكيفاش تتصرف انت مع الاكتئاب وشنو الحاجات اللي تعملهم. وبقدره الواحد الاحد ان شاء الله تساعدك برشا الحاجه تضم باش تخرج من المأزق هذا ان شاء الله قريب ان شاء الله. على كل حال انا برشا يقولوا لي فما ناس مش كلهم يقولوا لي راهو يطلبوا مني حاجات على الخاص ولكن فما ناس خلوني يقولوا لي انت تشرح ياسر راهو هذيك طبيعتي انا امكم انا بمثابه امكم لاني انا عندي تجربه في العمر هذا تجربه كبيره ونحب نعديها لبنياتنا الصغار لبنياتنا المتزوجين الصغار باخواتي اللي هما متزوجين ايضا واصغر مني في العمر وناقصتهم تجارب. فانا اي تجربه ليا انا راني نعديها ونحب نشرح مش برشا نحاول باش نختصر لكن لازم نشرح نقول لكم كيما موضوع اني ننقل من دار لدار ماهيش مشكله ما تعملهاش مشكله ما تعاركش راجل هاك تشوف شواليت نطيب على غاز صغير ونطيب الى حد ان مازالش خاطر ساكن انا استعملت الغاز كبير في دار الجديده الكبيره نتاعي لان لكن توا نستعمل في الغاز هذا صغير ساعات مازال مسكنش خاطر عندي الكاري. لكن اذا كان ما عنديش حتى مشكله اذا كان باش نسكن في كوجينتي صغيره ونكمل معناها ونبدا فرحان. المهم انا قلبي فرحان وانت قلبك فرحان نتكلم عليك انت يا بنتي يا اختي الصغيره ان تكون قابله وضعيتك وتكون مرتاح. واخر حاجه في فيديوينا احنا تو بعد ما كملت قضيتنا وروتين النهار الكل اليوم باش نعمل هذه جبتها شوف بخيتها قاعد كيما ربطتها امي ربيتات صغيرين كل امهاتي كل تشيح لي في النعناع والمردقوش وال سسم هذيك ليلى محمد رسول الله عشبه المراميه كيما هما مربوطين وتشيح مسكينه في الشمس باش انا نروح بهم لكندا يكونوا ناشفين. انا مخليتهم على ريحه ميمتي الغاليه بيديتها ربطتهم لي. المهم غليت الماء برشا يسالوني اخو اخت من الجزائر ديما تسال فيها ويسالوني برشا على الخاص زاده على النعناع كيفاش نعمل كاستين نتاعي. هذا هو انا نغلي الماء نحط الاعشاب نتاعي اللي هما مهمين يساعدوني على ريلاكس ويساعدوني على الراحه وعلى بعد تجديد الهرمونات نتاع جسمي. هذا هو اللي حطيتهم تو العشبتين
وحطيت عليه الماء وغطيت الماء وخليته وك الماء نتاعو اك زيوت المتطاير. علاش نقول لكم زيوت الطياره نغطيوها باش ما تطيرش لبرا ويرجع القوه نتاع الاعشاب هذوكم يرجعوا لداخل المراميه والقزه والعشبه الاخرى ونشربها وانا مرتاحه. بتوا جاء وقت راحتي انا باش نتلهى بروحي. انا كما قلت لكم بعد اخر الليل في السهريه شربت كاستي ريلاكس تو باش نعمل الماسك نتاعي. الماسك هذه موجوده في الفيديو نتاعي اللي هي نتاع الخميره، وكل مره نبدل كل 3 أسابيع نبدل ماسك لانه بشرتنا راهي سمارت برشا وذكيه وتتعود بنوعيه معينه. اول الشعر لازم كل فتره نبدلوا الماسك نوعيه. هنا عملت وجهي وعملت يدياتي زاده ونمشي نحطهم هكاك ما نتحركش وما نتكلمش حتى كي نكلمك راجلك طفي الضوء هذاك نستعمل هكاك باش ما نتحركش باش الجلود والبشره والتجاعيد في شعر في وجهي تاخو المفعول نتاعها من الماسك. فلذا نرتاح 20 دقيقه ومن بعد نقوم نستعمل هذا الوراق في بعد ما ننظفها بالماء الدافي نستعمل الاوراق النشافه هذوما. او عندك منشفه خاصه بك انت ما يستعملهاش غيرك صغيره حطها بيد ديما مغسوله ومعقم نظيف هذيك اللي كنت. ومن بعد كما شفتوا باش نستعمل اي زيت عندك. انا عندي زيت زوج الهند جوز الهند او زيت زيتونه او زيت الارجان او اي زيت عندك به زيت اللوز الحلو به برشا للبشره ونعملها ونمشي. هذه هي نهار اليوم كيفاش نعديه ونوصيكم باش تلهاو برواحكم. ما تستغربوش وحده ضحكت علي عايشه يا عم بوزينه محلاها تقول لي راني انا صغيره وما نتلهاش برحلايا يا ماما. حبي روحك حبي روحك حبي روحك وتلهي بروحك باش تبقى ديما ناشطه محلاك نفسيتك. انا برغم الادويه ورغم الامراض ورغم كل شيء الحمد لله نحس روحي سعيده نحس روحي ايضا منوره. مانيش تجاعيد مالي وجهي وكبي ومعناه وحال تحليله الحمد لله. فنتمنى انكم تاخذوا نصيحتي وما تندموش بالكل. باهي هذه هي نهايه الفيديو بتاعنا وصلنا. نتمنى انه عجبكم، واذا عجبكم طبعا ما تنسونيش من اللايك ومن البارتاجي. دمتم في رعايه الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. نحبكم برشا برشا برشا. شكرا برشا على المشاهدات، شكرا لكم الضيوف الجدد اللي دخلوا لي، ويعطيكم الصحه اللي وسعتوا بكم وسمعتوا الفيديو. نتمنى انه بلغت من النصائح اللي انتم طالبينها. يلا خليكم توا اسمعوا كلامي ما تضحكوش عليا. يلا باي باي بسلامه.